صلي على سيدنا النبي الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. بعض اللعيبه في النادي الاهلي بدات تسرب ان جالها عقود من بره، منهم كابتن محمد شريف وله كل الاحترام وكل التقدير، بيتم تناقل في الميديا السعوديه وكده ان جاله عرض من نادي النصر السعودي، وان النصر السعودي عارض 3 مليون دولار للحصول على خدماته بصفه نهائيه، او 1,250,000 دولار للاعاره لمده موسم. علمت من مسؤولين في النادي قال لك لا، يجيبوا ال 5 مليون دولار ويشتروه. يجيبوا ال 5 مليون دولار ويشتروه. قلت لهم ده هداف الدوري السنه اللي فاتت، هي معقده معاه؟ بقى لها 8 ماتشات ما شمش ريحه الجون، وفي الهيدرز يعني مش جامد، لكن برضو يعني ده الفروت بتاعك. قال لك لا، يعني لو هو لو ده شغل وكله واحنا عارفينه، فاللي هيجي يقول انا جاي لعرض من بره هنقول له هات العرض، بس شرطنا كذا 5 مليون دولار. و5 مليون دولار دول يعني 100 مليون جنيه. يعني انت لو هتجيب حد من بره اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما هو بيرسي تاو كده وميكاسوني الاثنين دول بهذا المستوى، لو قعدوا على كده نهايه الموسم يمشوا. نهايه الموسم يمشوا. مع ولتر بواليا ومع بادج اللي مفترض يرجعوا وهيمشوا برضه. ولازم تبقى العين كويسه في النادي الاهلي في موضوع الشراء ده. او موضوع حرق ناس. يعني بادج جه اتحرق ومشي ومكسر الدنيا مع اميان الفرنسي، والتر بواليا كان بيلعب في الجونه وجي النادي الاهلي اتضغط وقعد يلعب باستمرار لحد ما الناس زهقت منه واعاراته وبتاعه وكلام بالشكل ده. فمحمد شريف عمال بيلوح انه عنده عقد من نادي النصر، يعني الكلام بيتنشر وهو ما بيقولش على لسانه ولا على صفحته، يعني شغل الوكله. فاحد المسؤولين في النادي الاهلي قال لي يا عم يجيب اي عرض، اي عرض هيجي قول كده على لسان ال 5 مليون دولار واحنا نبيعه. قلت له طب اعملوا له اعاره بالمليون وربع ده، ولا زقها المليون ونص، وتبقى انتوا استفدتوا برضه. قال بس تيجي حاجه رسم. لما تبقى تيجي حاجه رسم. قلت له طب امتى تناقشوا الكلام ده؟ قال نناقش الكلام ده بعد نهائي افريقيا. بعد نهائي افريقيا وارد نناقش اي حاجه، لكن دلوقتي لا بنناقش اللي هيجي ولا بنناقش اللي عاوز يمشي او اللي حد بيطلب. طيب. لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. طيب برضو وانا بتكلم عن النادي الاهلي القلعة الرياضية العظيمة، عاوز اقول ان في عقوبات مالية، عقوبات مالية على لاعبي النادي الاهلي بعد الاداء السيء امام طلائع الجيش واستمرار نزيف النقاط. كابتن الخطيب قلت لكم نعمل جلسه مع بيتسو موسيماني خلال الساعات القادمه. الله يرحمه الاستاذ محسن نوح الاعلامي الرياضي الكبير، انتقل الى رحاب ربه، ندعو له جميعا بالمغفره والرحمه. الاستاذ محسن نوح اللي هو التلفزيون المصري والقناه الثانيه، وكان حاجه كبيره جدا، رحمه الله عليه، وغفر الله له ورزقه الجنه ونعيمها وصحبه الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.